طلقة نهائية جماعية موحدة لأكثر من 700 فارس كانت مسك ختام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان تبوريدا ببوزنيقة، مهرجان تميز بتقديم 36 سربة من أجود السربات الوطنية لاستعراضات فريدة في فن الفروسية التقليدية استمتع بها الآلاف من عشاق تبوريدا الذين حجوا إلى فضاء المحرك ببوزنيقة، وهو ما عد نجاحا كبيرا حققه المهرجان. احنا جد فخورين ومسرورين بهذا النجاح الباهر ديال الدورة الثانية ديال المهرجان، لأنه الإقبال كان فريد من نوعه. الجماهير اللي كانت في المحرك البارح كانت كتتعدى 15,000 متفرج غير في المحرك بوحدو، وما يزيد على 40 حتى 45,000 في الليل في السهرات. هذا المهرجان ناجح لأنه عملنا شيء اللي هو فريد، أنه أنت ما كتشوفوا المهرجانات في المدن أخرى كيكونوا الخزاين ديال الخيالة دايرين بالمحرك، وكتكون الخزانة ديال الشرفية في رأس المحرك. بحنا قررنا بأنه غادي يكونوا منصات على جانب المحرك يمينا وشمالا. وطيلة أيام المهرجان استمتع الجمهور كذلك بسهرات موسيقية ناحيتها مجموعات محلية وشعبية وتقليدية وأسماء لامعة في سماء المشهد الفني الوطني. واحتفى المهرجان أيضا بالأبعاد الرمزية والثقافية للفرس في المخيل الجماعي للمغاربة من خلال رواق فني شارك فيه 6 فنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين. ومن فقرات المهرجان أيضا مزاد علنيون لبيع الخيول، شارك فيه أزيد من 40 خيلا، إضافة إلى معرض للمنتوجات التقليدية المحلية شاركت فيه 20 تعاونية وجمعية محلية ببوزنيقة وجهة الشاوية ورديغة. كما خصص المهرجان قرية للأطفال ووحدة للتبرع بالدم، بلغ عدد المتبرعين بها أزيد من 150 شخصا. تظاهرة ثقافية يتوخى المنظمون من خلالها تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، إضافة إلى إغناء الأجندة الثقافية لمدينة بوزنيقة.